شيء ريال، انا قلت دينار، كان في خيارات. ايوه طلعت ابراهيم. كان خلصين الموضوع التصويت من كل شيء، بقي الاسئله دي. لا هذه اللعبه كان اسمها زد وزيد. ايوه زيد او شيء. هذه اللي طلعتك قبل النهايه باسبوع. لا طلعت ابراهيم بس ما طلعت برا القريه. ايوه طلعت اخر ابراهيم، انا كان باقي اسبوع على البرنامج. والله انا مشكله. ايوه فبالنسبه لك هذا البرايم اروع واقواهم بكثير. برايم انضباطي يعني. وجود ابو كاتم والله العظيم يا اخي يخوف اكثر من البرايمات العاديه صراحه. يا اخي هيبه يا اخي. يعني انت كيف جاب بدر العوفي ترى. ابو كاتم مصيبه له هيبه سبحان الله. انت مالك صلاح ومتاكد ان امورك تمام، فيك خوف لا يروح يطلع لك حاجه يمين ولا حاجه شمال. ما تدري الله يصلح الاحوال. وعاد والله انتوا عاد مضغوطين اكثر كمان، لانه عارف ايش احنا الحين كنا نقول شوي بس يا جماعه، كنا نقول انه الحين الوفاده خلصوا السهره يركزوا على المبادره عشان يقدروا يرجعوا عبد الله، واحنا لسه الوفاده كمان. فعندنا الحين خطين، خط السهره وعندنا خط ايش مبادره، خط المبادره عشان خالد حامد يرجع. ترى يوم الاثنين انتم مبادرتكم بعد ما خلاص يتحدد اذا عمر رجع لكم او ما رجع. انت تقريبا 15 الحسم. ايه انتم مبادرتكم 16، سهرتكم 16. ايه يوم الاربعاء. ايوه فوضعكم انتم يعني يوم الثلاثاء صراحه ضغط. الله يعيننا ويعينكم ويعين الوفاده كمان. لكن والله يا شوف حلاوه الالعاب هذه او المسابقات زي كذا، لازم فيها خروج، لازم فيها يعني تواجد. وبعدين هنا يا اخي تشعر انت يعني بقيمه الانضباط. صح يا اخي صراحه والله العظيم انه ارهاق وانه تعب، وكلنا يعني في غرفه واحده وشايفين كميه المعاناه والتعب اللي نصحى علشان نلحق. شوف يعني في بعض الشباب قالوا اسالهم ليش مقصرين، قالوا يا اخي احنا قاعدين نشتغل 16 ساعه. قالوا طيب الشباب باقي ليش ما قالوا كذا؟ يعني خلاص انت وافقت وقبلت بالبرنامج مطلوب منك 16 ساعه. بعدين الاداره متعاونه، خلينا نتكلم بالحق. لا يعني حبيبي معاذ انا تصدق كنت شاك انك تدخل برايم. اذا في اعتذار في شيء تهون، لانه سؤال عنك باسلوب كذا غريب. وين معاذ؟ معاذ سمعته بالسماعة انت وجيت؟ قبل نادى يا ولد قلت خلاص. وكيف نادى؟ معاذ وين معاذ؟ يا فريق الاعداد يا رجل ما غير صارخ بس. قال كلكم معاذ؟ والله يا ولد ها؟ ما غير صارخ يا رجل. ها؟ اقول ما غير صارخ خذ وخلي يا رجل. وانت كنت ناقص بس، فقال كلكم موجودين هنا باقي واحد من الشباب نادولنا معان. امور طيبه يا صاحب. ايش بقى مالك؟ انا تعبت كابر على الهواء. هاي معاذ تعبت كابر على الهواء. هلا ها تعبت كابر. ايش هو البرايم؟ انا ابو كاتم ناداك ولا انا كنت بقول يعني ناداك ولا اجمل ضحكه يعني. والله يبغالك ايش مقولين ها شباب فوت كلهم صراحة ما خطر في بالي شيء يعني. لا أمور طيبة والله. مشكلة النقاش مرفوض أصلا، النقاش مرفوض. وقال أحد عنده شيء؟ ما تناقش، لا تناقش. شوف إذا كان الجدال من طرف واحد لا تناقش، صح ولا لا؟ أصلا مرفوض. أنا تسمع مني بس ما أسمع منك، ولو سمعت منك سكتتك. إيش ليش أتكلم؟ عشان ما يصير تاتش بيني وبينه. خلوا يسولف وانا يقول شيء. وين كنت؟ كنت تعبان فوق. اداره عنده خبر الموضوع خلاص. والله اني انا ماسك خفاره فوق قلتكم. انا والله نفسك ترى الظاهر شيء عقب من ايش يا اخي؟ اربع مرات انا رحت. قلت المكيف ذبحتونا في المكيف يا اخي. انا انام بدون مكيف ترى. ارفع صوتك. انا انام بدون مكيف ذبحتونا في المكيف. والله معاذ اكثرنا. عاد مكانك غلط يوم. انت مكيف يجيك. يا الله نمت ذاك اليوم بسير ابو حامد كان نازل ما يجيني مكيف نهائيا. نمت نومه السعاده يا رب. ايه والله نمت نومه السعاده. والله ذبحنا كلنا اقسم بالله. طب قفلوه ما في حل. لا 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 والله تكفلوا 10 دقائق مش انا عندي اقتراح. تجي مكاني يجي مكانك. انت تحت مكيف ما يجيك مكيف. انت ما يجيك احسن. لا انا مكاني جامد. ما يجيك يا ابو خالد. تدري ايش يجيني انا؟ صح في صفايه تحت ايوه يشفط الهواء صح؟ الهواء ذا يشفط انا اشفط مع مكيف هواء. والله يشفط كذا شفط. يجيك هواء بارد يعني؟ ايه يعني ما ينفع يعني؟ لا هو اخف طبعا. ما
بس انا مكاني حلو يا اخي زاويه و... انا ما ترتاح بمكيف انا منومه حلوه. لا حبيبي انا مرتاح يا حبيب قلبي والله العظيم. خليك انت قبل كم يوم نمت. طب عندي حل حلو. يلا فراشي ادفه وفراشي اللي جنبي وحط مرتبتك تحت عشان تقوم. حول ارضي حول ارضي زي ابو حامد والله أرضي. اتكلم جد ارضي والله بطل والله ارضي. حتى ذا المكيف جلس جنبه خالد قال نصفي كذا يصبصب عرق ونصفي ايش بارد صدق. مو هنا مشكله. انا من الناس اللي ما انام بالمكيف. انت اللي في الغرفه عندي ما انام في مكيف نهائيا. حتى لما اشغل مكيف احيانا ابغى انام نومه طويله اشغل مكيف يطلع تراب ويطلع دنيا. نقول والله بدون مبالغه نقول ما اشغل مكيف. فافي تبوك تبوك طيب اجواءكم بارده يا اجواء حلوه بس انا اقول بشكل عام يعني. ايوه لا لو انك ساكن في مكه بتشغل مكيف. لا اكيد مكه جده ما استغنى عن المكيف. هي شوف يقول لك شغله بس وزع الهواء لا تخلي الهواء مباشر ارفع الريش على فوق. الله يا اخي والله يعني مباشر مباشر هو اللي يسبب لك المشاكل. حتى تنام ما تشبع نوم. انا ودي تسولف انت علي يعني هو نسمع بعض. طقة اذني من هنا. انا ما اسمع والله. ان شاء الله انا ما اسمع. انا ما اسمع. الله يسعدك. انت الحين تشبك سماعات كيف تتكلم؟ امزح معك امزح معك بس والله. شوف شوف انا ودي تجلس من جنب الحسينان انت معي وتسولف. قسم بالله قسم بالله اني انفجر. انا منفجر. الولد عندي اسمعني هو شوف انت يا معاد الحقيقه هو عندي معاد يا معاد الحقيقه انت تعال عندنا هنا وهي الفكرة انه لازم توزع الريش. الريش وزعها. هذا تعليق. يا اخي طقت اذني طقت انطقت. انا انسان انطقت اذني انا تعبت من خلاص انا خلاص والله اني امزح رب الكعبة. خلاص والله اني امزح والله. جيلك ما تمزح. لا 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 الله يا معاد معليش بس انت كذا تسمعني. ما اسمع. ايوه يا شيخ. خلاص طيب تعال يا معاد تعال تعال تعال. لا لا والله اجلس تريح ولا تعال هنا عشان من هنا الحزينان ومن هنا. اه اقول لك حاجه اقول لك حاجه. هذا الرجل هذا الرجل يعجبني. الله يخليك يا اخي. اعلام اعلام رجل ولا يد؟ والله انا طالب صراحه. رجل ولا يد؟ ها رجل ولا يد؟ شوربه. شوربه جوعان يعرفها هو شغله بيني بينه. بعلمك وشي انا تناجس ناند. وش تسمي الشوربه انت؟ وش تسمي الشوربه؟ شوربه شوربه اي. فهو مستغرب ليش انا اسميها شوربه. ايش تقول ابو؟ فيطقطق هو لانه هو يقول الحين يقول ايش؟ يقول انا اقول رجل 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 ما يبي رجل بكسر الراء. طيب رجل ولا يد؟ اي هو يقول لي رجل انا اقول رجل انت تقول تبغى توصلها انها ايش؟ رجل, رجل. تقول رجل فهمت علي؟ لا لا والله ما فهمت. هو سالفته طويله كم سالفتك. المفروض تقول انت رجل ولا امراه كذا تضبط كذا تضبط يا ابو خالد والله لانه هو قال انا انا اتمنى 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 ان حقيقه يستلمنا هذا في لقاء الله لقاء كذا لنا في الايام الجايه. الدائره انا الدائره يا اخي الدائره هذه خلها الدكتور خالد العتيبي. نبغى فكره كذا لقاءات مع الشباب واحنا نجتمع مع بعض كل يوم ولو خمس دقائق لقاء مثلا مع معاذ بطريقه جديده كذا بزاويه. يا سلام والله من جد والله كلامك. فانت تدرس الموضوع هذا كل يوم عند واحد لقاء خمس دقائق فكوني من اللي طالع هذا ترى بقوم اترككم. انا هذا اللي بقول لك عليه. سلام سلام شيخ ابو يبوس لك كم يوم وعلومك علوم علوم يا علوم ولا ما شفتك يا نواف ايه تزين علومي الله يدعني فدوه مجار. مجار من قلبك تقول الكلام ذا؟ هاي من قلبك يقول لك المشكله لا جات حاجتك في دين البخيل. بخيل يستر منك. هذا حامد زيد يقول يقول الشاعر والله مكيف يا اخي ترى مطلعوا علي مقطع الله يسامحهم الشباب. مين؟ اي فاستشيركم يا شباب انا بن حنبل حق احمد بن حنبل هذا. ها؟ انا ما قلت احمد بن حنبل يا حسين. ايه سمعت المقطع انت صح؟ شلون؟ نزل المقطع يقولون اني اقول احمد بن حنبل الله يطول بعمره. وانا كنت اقول ايش يوم قلت ابن ها؟ انا اقول بن حمري احط ايدي هنا فحسبوني بقول بن بن حنبل. يوم كنت اقول الشاعر بن حمري يقول وان جات من صوب ربعي محاذيف وان جاتني من صوب ربعي. انا سمعت احد بن حنبل. لا انا جالس اقول بن حمري فهم يحسبون اقول بن حنبل. كيف اقول بن حنبل يقول قصيده نبط؟ احنا سمعناها بن حنبل. ركز عليها وتعرف. لا انا سمعتها وقلت شوف هذا مقطع احنا شفناك لايف. ها؟